السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في الحلقة 15 من حلقات سلسلة دقائق تربوية. السؤال ديال اليوم هو شنو اللي خصنا نركزوا عليه في الديداكتيك الخاص، الديداكتيك ديال المادة اللي غنقريوها إذا كان الأمر يتعلق بالتخصص، والمواد اللي غنقريوها إذا كان الأمر يتعلق بالابتدائي. في الحلقة السابقة جاوبنا على شنو اللي خصنا نركزوا عليه في علوم التربية، اليوم غادي نعرفوا شنو اللي خصنا نركزوا عليه في ديداكتيك التخصص. ديداكتيك التخصص هو واحد المجال اللي ضيق وفي نفس الوقت مجال اللي متسع. ضيق من حيث ان المحاور ديالو ولا العناصر ديالو محسوم فيها معروفة، هي ثلاثة ديال المجزوءات: مجزوءات التخطيط، مجزوءات التدبير، ومجزوءات التقويم. اذا هذا الشيء اللي كاين في الديداكتيك الخاص، ومتسع لان في كل مجال كاينه واحد الدائره كبيره وكبيره بزاف كيخصنا نتمكنوا ونتحكموا فيها. اذا في التخطيط كيخصنا نعرفوا كيفاش نوجدوا الدرس ديالنا، كيفاش نوجدوا التقويم ديالنا، اي حاجه فيها الاعداد القبلي، اي حاجه فيها الاعداد القبلي تدخل في مجزوءه التخطيط. باغي ندير واحد النشاط للتلاميذ، كيفاش نوجدوا، هذا داخل في التخطيط. باغي ندير واحد الدرس خصني نوجد ليه، هذا دخل في التخطيط. بغي نقرا واحد السنه كلها وبغيت نوجد ليها ننظمها، هذا يسمى تخطيط، وهذا نوع من انواع التخطيط. اذا المجزوءه ديال التخطيط مجزوءه مرتبطه بما قبل التعلم او ما قبل التقويم او ما قبل النشاط، كيف ما كان هذا النشاط. ما كنهضرش غير على التخطيط للتعلم، كذلك التخطيط لمختلف الانشطه، التخطيط للتقويم كذلك. مجزوءات التدبير، التدبير هي هذاك الشيء اللي خططته ملي كنبدا حتى كنسالي، هذا هو التدبير. الا مثلا درت التخطيط للدرس، اذا الدرس ديالي كيبدا ملي كندخل القسم حتى كنخرج من القسم، هذا تدبير. درت تقويم، حتى التقويم يعني اجراء التقويم راه تدبير في حد ذاته. اجراء التقويم يعني انا غادي للقسم ديالي باش ندوز للتلام ديالي واحد التقويم، ملي كندخل القسم حتى كنخرج انا دبرت التقويم. والتدبير فيه انواع، فيه تدبير الزمان، فيه تدبير الانشطه، تدبير التعلمات، تدبير الفصل، تدبير الانماط، تدبير الفضاء، فيه بزاف ديال الانواع وبزاف ديال الطرق ديال كيفاش ندبروا كل حاجه بوحدها. المجزوءه الثالثه هي المجزوءه ديال التقويم. المجزوءه ديال التقويم هي كيفاش نقيس، التقويم هو القياس، كيفاش نعبر واش الاهداف كيتحققوا ولا ما كيتحققوش، واش الكفايات كيتحققوا ولا ما كيتحققوش، سواء تعلق الامر بالدروس يعني المقرر الدراسي او الانشطه المندمجه او الانشطه الموازيه او كذلك بالتوجيه المدرسي. الان زدنا حتى الشق ديال التوجيه المدرسي، حتى هو فيه التخطيط وفيه التدبير وفيه التقويم. اذا هذا هو الديداكتيك الخاص: التخطيط، التدبير، التقويم. كنتمنى نكون جاوبت على السؤال ديال اليوم، وإلى حلقة قادمة بحول الله.